من وين؟ أنا من البابل. من بابل؟ إيه. شنو تهمتك؟ مخدرات. أنت كلكم هنا مخدرات؟ كلها مخدرات. كلكم مخدرات. إيه. تعاطر أو تجارة؟ لا تجارة. زين، صار لك إيش قد؟ صار لي سنة. تتعاطى صار لك إيش قد؟ صار لي تقريبا 3 سنوات. تتعاطى؟ أتعاطى. تاجر؟ لا أتعاطى. تتعاطى. إيه. شنو اللي خلاك تتعاطى؟ والله هيك مشيت ويا ذولا صاحب السوق وتعلمت. قد عمرك؟ أنا عمري 27 سنة. 27 سنة؟ إيه. زين زين، أنت ما فكرت ذولا أولاد السوق؟ ما عرفت إنه هاي مواد مخدرة وين راح تذبك بتهلكة؟ والله ما له ببالي هيك مرحلة أصل لهنا. هاي صار بيه. لا شنو مش عرفت إنه مخدرات شنية؟ ما مخدرات شنية برأيك؟ ما له ببالي هيك أطب للسجن. لا عش عبالك شنو مش حطوا؟ هيك لو ببالي بس أتعاطاها. لا ولا ببالي بس أتعاطاها. أي. إيه وصلت لهاي المرحلة. زين. ومتندمين عليها احنا. وهسه جاي نتعلم هاي الدوره ان شاء الله. الحمد لله والشكر ان شاء الله. ممكن متزوج وعندك اطفال؟ متزوج وعندي اطفال. يجوك اطفالك هنا؟ يجوني. شوفهم؟ اشوفهم. شو يقولوا لك؟ شو يبيعوني يبكوني ويرحون. ها هي. ايش قد حكمك؟ 5 سنوات. خمس قد كملت؟ سنه صار لي. صار لك سنه؟ يعني قدامك 4 سنين. ايه. الله كريم. قاعد تستفاد؟ استفاد والله من هاي. شيء جاي يتعلم والمدرسين جاي يدرسونه ان شاء الله. الحمد لله والشكر. ان شاء الله رحم الله والديك. شلونك؟ تعلم تعلم شلون امورك؟ من وين انت؟